أو الموقف الأخير لعلي معلول ووليد أزارو ومدى لحقهم بمباراة الزمالك والمباراة الأهم بعدها الأسيوطي والترجي التونسي. تحياتي ليك يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا منذ حوالي تلت ساعة بالتحديد انتهى مران النادي الأهلي النهاردة عقب الفوز بالأمس على فريق بتروجيت بنتيجة 2-1 واستعدادا للمباراة المهمة جدا أمام فريق نادي الزمالك يوم الخميس القادم. بالتالي استعدادات مهمة، استعدادات قوية من قبل النادي الأهلي والجهاز الفني واللاعبين للظهور أو لختام موسم الدوري هذا الموسم طبعا بشكل جيد واستمرارا للأداء الجيد اللي بيأديه النادي الأهلي على مدار موسم كامل، وهو موسم مليء بالأرقام القياسية للفريق. لكن بالتحديد خليني أبتدي معاك يا محمد بالمران النهاردة وشكل المران كان عامل إزاي، واللي تم فيه تقسيم اللاعبين لجزئين، جزء اللي شارك في مران أو في مباراة الأمس بشكل أساسي وده كان ليه بعض التدريبات الاستشفائية لفك العضلات والراحة بالنسبة للاعبين والتجهيز للتدريبات المقبلة، والجزء الآخر كان تدريب جماعي للاعبين المشاركوش في المباراة بالأمس أو حتى اللي شاركوا لدقائق معدودة مع نهاية الشوط الثاني. بالتالي كان ليهم بعض التدريبات البدنية القوية وأيضا بعض تدريبات الكرة. وكابتن حسام البدري يا محمد خليني أقول لك إن هو ركز على كيفية الاستحواذ على الكرة من خلال شبه تقسيمة من غير أهداف في منتصف الملعب أستاذ ده مختار التتش، وهو ركز فيها كابتن حسام بدري على أهمية الاستحواذ على الكرة بالنسبة للاعبي النادي الأهلي، وجميع لاعبي النادي الأهلي أدوها بشكل جيد. مع نهاية المران كان في تقسيمة أدها جميع اللاعبين المتاحين بالنسبة لكابتن حسام البدري وشاركوا بشكل مميز جدا في هذه التقسيمة. وتألق بالمناسبة حسام غالي واللي يمكن النهاردة أعلن اعتزاله، ورغم ذلك الرجل بيتألق في تدريباته وبيأدي تدريبات بشكل جيدة جدا، لسه هو أمامه حتى نهاية الموسم المحلي وبعديها هيكون اعتزل رسميا كابتن حسام الغالي، وأحد طبعا رموز ونجوم النادي الأهلي. لكن نتكلم على الجزئية اللي انت سألتني فيها يا محمد. اتفضل. موقف وليد أزارو وموقف علي معلول، خاصة أن مباراة الزمالك ومباراة الترجي الجميع ينتظر هذين المباراتين بشكل كبير جدا، ومدى لحقهم بهذه المباريات خلال الفترة القادمة. تمام، خلينا نبتدي بوليد أزارو. وليد أزارو خلال مباراة الأمس تعرض لشد في العضلة الخلفية، غدا إن شاء الله هيتم تحديد المدة اللي ممكن يغيب من خلالها وليد أزارو. نسبة لحقه بمباراة القمة تكاد تكون صعبة جدا لوليد أزارو، خصوصا إن هو شد في العضلة الخلفية، مش بيبقى الموضوع سهل، لكن بكرة هيبان أكتر، هيتضح الموقف أكتر بالنسبة لوليد أزارو. لكن نسبة عدم لحقه بالمباراة تتخطى 90%، فبالتالي وليد أزارو بنسبة كبيرة جدا هيكون بعيد عن حسابات الكابتن حسام البدري في او على الاقل في مباراة القمة المقبلة. بالنسبة لعلي معلول وده الخبر السار والمهم جدا، هم شاركته في التدريبات الجماعية النهاردة بشكل جيد جدا يا محمد، وادى التدريبات بشكل قوي، واضح ان هو جاهز وشفي تماما من الاصابة اللي كان تعرض لها مع المنتخب التونسي في احدى المباريات استعدادا لكأس العالم وبالتحديد امام منتخب كوستاريكا، ويمكن خرج في منتصف الشوط الاول حينها. لكن علي معلول خلاص جاهز للمشاركة في المباريات المقبلة. حالته البدنية جيدة، واضح ان هي جيدة، لكن ده هيترتب على التدريبات المقبلة بالنسبة لفريق النادي الاهلي ومدى جاهزيته بنسبة 100% من ناحية البدنية. طبيا علي معلول خلاص اصبح جاهز، لكن بدنيا ده هيكون حسب وجهة نظر المدير الفني كابتن حسام البدري، لكن بنسبة كبيرة تكاد تعدي 90% ان شاء الله علي معلول حياة. أمير، هل الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري حدد الموقف النهائي الخاص بمباراة القمة ومعسكر مغلق قبل المباراة ب 48 ساعة، ولا عقب المباراة الجهاز الفني فضل أن يكون المعسكر ليلة المباراة بس؟ هيتم تحديد هذا الموقف يا محمد من خلال بعد مران الغد بالتحديد. هو في خيارين زي ما انت بتقول، ممكن يكون معسكر 48 ساعه قبل هذه المباراه، وممكن يكون المعسكر المعتاد وهو عقب او قبل المباراه بيوم مباشره يتجه الفريق لاحدى المعسكرات واحدى الفنادق القريبه من استاد القاهره عشان يستعد لهذه المباراه. لكن الاقرب يا محمد ان مش هيكون في معسكر 48 ساعه، خصوصا ان النادي الاهلي حسم بطوله الدوري من عده اسابيع سابقه وقبل انتهاء بطوله الدوري بست اسابيع، فبالتالي ده
يقلش طبعا من اهميه هذه المباراه، خصوصا مباراه الاهلي والزمالك مباراه قمه، ودايما جميع الجماهير الكره المصريه بتتابع هذه المباراه، والنادي الاهلي طبعا بياخد هذه المباراه بمنتهى الجديه بغض النظر على الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك والنتائج اللي بيمر بيها نادي الزمالك خلال الفترات السابقه، لكن اكيد التركيز هيكون مهم جدا من لاعبي النادي الاهلي. حته المعسكر لسه ما اتحددتش، هتتحدد غدا ان شاء الله. خليني اقول لك بالمناسبه كمان يا محمد، بمناسبه مباراه القمه، يمكن النهارده ما كانش في محاضره لسه من كابتن حسام البدري. كابتن حسام البدري هيبتدي محاضراته الخاصه بمباراه القمه ومواجهه فريق نادي الزمالك من خلال قبل مران الغد بالتحديد، هتبتدي سلسله المحاضرات المتواصله واللي بيعتمد عليها كابتن حسام البدري بشكل كبير جدا قبل هذه المباراه. ده فيما يخص مباراه القمه محمد. خليني ايضا اقول لك ان سعد سمير وصبري رحيل كانوا بيادوا بعض التدريبات في الجيم، يعني حتى ما عملوش تدريبات الاستشفائيه في ملعب مختار تيتش، دخلوا على الجيم مباشره وعملوا بعض التدريبات الاستشفائيه تجنبا طبعا للاجهاد، لكن ده ما يمنعش ان هم جاهزين ايضا للمرحله المقبله والمباراه المقبله طبعا امام نادي الزمالك، واللي ليها طبعا مباراه يمكن هتكون اكثر اهميه على الواقع، وهي مباراه طبعا الاسيوطي في بطوله كاس مصر، وهي اكيد مباراه اخرى مهمه جدا بالنسبه للنادي الاهلي اللي بيسعى من خلال هذا الموسم لتحقيق العديد والعديد من الارقام القياسيه، ويمكن حقق امبارح خلاص جاب 72 جون بالنسبه للنادي الاهلي في بطوله الدوري، ده رقم قياسي قبليه طبعا، وايضا الفوز في 27 مباراه بالنسبه للنادي الاهلي. لكن في رقم اخر وهدف اخر بالنسبه لكابتن حسام البدري يا محمد وبالنسبه للاعبين، وهو طبعا الفوز في خلال المباريات الاخرى المتبقيه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، وتخطي رقم 87 كنقاط او اكبر عدد نقاط حصل عليه فريق في موسم واحد، ويمكن كان عدد مباريات اكتر من كده. ان شاء الله النادي الاهلي خلال مباراتين المقبلتين. اتفضل يا محمد لو في استفسار اتفضل معايا. هشام زميلنا ومراسلنا في قناه النادي الاهلي من ملعب التتش، شكرا جزيلا لك وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي لتخطي مباراه القمه والاقتراب وتصدر البطوله بفارق كبير من النقاط وتحقيق ارقام قياسيه عديده للجهاز الفني تحسب له هو واللاعبين.